بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات شوط يليه الآخر ضمن هذه الفعاليات وضمن هذه الانطلاقات وفعاليات مهرجان ولي العهد النسخة الخامسة. إذن على بركة الله ينطلق شوطنا 21 المخصص بالإبكار المفاريد. مسافتنا هي 2 كيلومترات. أبدأ بداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. حرب 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 من تشن الحرب مع المركز الأول علي بن راشد الجابر المري منطلق مع المركز الأول. من يقدم لنا حرب على الصدارة؟ المركز الثاني وصل شعار أحمد بن علي بن طالب البريكي يقدم لنا فوارس. والوصول في هذه اللحظات وصلت مشاكسة محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري. والمركز الرابع الوصول والقدوم من شعار عبد الله بن محمد بن عبد العزيز القرشي مع الفائزة. والمركز الخامس وصل شعار راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية مع وهاجة. ولكن أعود إلى الفائزة 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 من تصدرت مع المركز الأول عبد الله بن محمد القرشي مع المركز الأول. يا سلام. ولكن وصل الشعار محمد بن ربيع الجابر المري مع مشاكسة. والوصول من الجانب الآخر وصل الدعية غادي في هذه اللحظات. يا سلام. وصل شعار الدعية في هذه اللحظات مع وهاجة. وهاجة والوصول في هذه اللحظات والقدوم من شعار محمد بن خالد بن محمد السهلي مع هيبة هيبة هيبة. ولكن أعود مع القرشي القرشي. يا سلام. العصا في البطان بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. أبناء الطائف أبناء الطائف مع المركز الأول مع الفوز مع النومات. إذن هذه هي الفائزة هذه هي الفائزة. يا سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه العروض المميزة. ما شاء الله اذكر الله على هذه العروض المميزة والجميلة. هذه هي الفائزة 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 تارنا والنوماس القرشي على هذا الفوز. عبد الله بن محمد القرشي تارنا والنوماس المركز الثاني. المركز الثاني من وصلت على المركز الثاني كان شعار مديار وسعيد بن بطي بن محمد المري. والمركز الثالث المركز الثالث كانت النادرة لحسين بن سالم بن مبارك الجربوعي المري. إذا تهانينا والنوماس لمالك الفائزة عبد الله بن محمد بن عبد العزيز القرشي على هذا الفوز والانتصار. من قدمت لنا العرض المميز والجميل لحظة وصولها معلنة الفوز والنوماس. دقائق 6 ثواني 38 جزءا من الثانية. المركز الثاني المركز الثاني كانت مروج راكان بن حمد بن علي.